ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. فيا يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا.